ابتدينا برحب بكل حضراتكم في متابعتنا اليومية لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. طبعا النهاردة 23 سبتمبر كان بداية فصل الخريف، كان تقريبا حوالي الساعة 10 العشرة بدأ رسميا وفعليا فصل الخريف. كان كده طبعا السادة المواطنين واحنا كلنا الحقيقة بنتساءل عن حالة الطقس هتكون شكلها عاملة ازاي على مدار هذا الفصل، وهل في مثلا لو في تغيرات جوية أو تقلبات جوية نقدر نتوقعها، لأن احنا كل سنة نوعا ما بنحس إن في اختلاف ما بين الفصول أو يعني الظواهر الجوية اللي بتحصل في الفصول عن السنة اللي قبلها. خلينا نتأكد من الكلام ده، عشان كده معانا هاتفيا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيكي. اهلا بيكي استاذه ساره، واهلا بكل متابعي تلفزيوني اليوم السابع. اهلا بيك يا دكتور. وطبعا يعني زي ما قلنا انه بدأ فعليا فصل الخريف، عشان كده هسأل حضرتك نتوقع ايه اللي احنا ممكن نعيشه او نحس بيه طول فصل الخريف، وممكن حاجة تفاجئنا ولا لا، احنا هنمشي بسلاسة شديدة على مدار فصل الخريف. بالفعل بدأنا اليوم البداية الرسمية لفصل الخريف، واللي متوقع ان هو يستمر معانا قرابة الثلاث اشهر، يعني احنا على مدار الثلاث شهور الجايين بنحس بالاجواء الخريفية. ينتهي فصل الخريف 20 ديسمبر ان شاء الله، ويبدأ بعد كده فصل الشتاء. احنا عارفين ان فصل الخريف يعتبر ربيع جمهورية مصر العربية من اجمل فصول السنة، لان بيحصل فيه اعتدال في درجات الحرارة بالشكل الكبير. درجات الحراره ما بتكونش مرتفعه بشكل كبير في معظم الايام ولا منخفضه بشكل كبير في معظم الايام، فبالتالي بيكون من اجمل فصول السنه بالنسبه لدرجات الحراره. النص الاول من فصل الخريف، لان فصل الخريف من الفصول الانتقاليه اللي دايما بينقلنا من فصل لفصل، بينقلنا من الصيف لفصل الشتاء، فبالتالي النص الاول من فصل الخريف ياخد بعض سمات فصل الصيف اللي بيكون لسه في بعض الايام درجات الحراره فيها بترتفع، بنحس ان الاجواء لسه معاها اجواء حاره، لكن معظم الايام بتكون معتدله، لكن نتخللوا بعض الايام فيها ارتفاع في الحراره، لكن ما بتبقاش ارتفاعات ملحوظه في الحراره. اعتقد برضه يا دكتور يعني اول شهر في الخريف غير ثاني شهر غير ثالث شهر. طبعا، لان احنا بنقول النص الاول، يعني احنا عندنا شهر 10 مع بدايات شهر 11، هنلاقي النص الثاني من الخريف درجات الحراره بدات فيه تنخفض، تتجه نحو الانخفاض وبتاخد بعض سمات فصل الشتاء، فبيبقى في مزيد من الانخفاض طبعا في قيم درجات الحراره، لكن اكيد ان هي درجات الحراره ما بتبقاش منخفضه بالشكل الكبير اللي بتحسسنا ان احنا متضايقين من الجو، بالعكس بتبقى الاجواء فيه معتدله بالشكل الكبير. كمان بنبدا نلاحظ في فصل الخريف فرق درجات الحراره من فتره النهار وفتره الليل، بيبدا فرق درجات الحراره يزيد، يبقى احنا فتره النهار دايما في فتره الظهيره بنحس فيها بالاجواء الدافيه او الحاره، نيجي في فترات الليل نحس بالبروده، وهنلاقي اختلاف في درجات الحراره. فرق كام درجه تقريبا؟ احيانا تدريجيا، هو لسه لحد دلوقتي الفرق يعني ما تجاوزش ال 10 درجات، لكن الفرق احيانا بيوصل ل 10 و15 درجه مئويه في بعض الاماكن. فبتلاقي ان احنا فتره النهار الجو دافي، فترات الليل وخاصه في ساعات الليل المتاخر او فتره الصباح الباكر فيها بعض البروده، ويمكن كمان البروده بتبدا كل ما تقدمنا اكثر في الخريف البروده في فتره الصباح الباكر بتبدا تزيد. بالاضافه كمان فصل الخريف متوقع ان هو يشهد حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وده طبيعي لان هو بيعتبر موسم الامطار والسيول، خاصه على المحافظات الجنوبيه او سلاسل جبال البحر الاحمر، يعني محافظات الصعيد او سلاسل جبال البحر الاحمر او سيناء، الامطار بتبقى موجوده على المناطق دي في فصل الخريف، والطبيعه الجبليه والجغرافيه تسمح ان احنا يتشكل سيول على المناطق دي، خاصه كمان خلال هذا العام توقع من كميات الامطار تكون اعلى من المعدل، يعني احنا هنشوف امطار اعلى من الطبيعي في فصل الخريف بسبب الاحترار العالمي وبسبب التغيرات المناخيه. حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه على محافظات الصعيد ده نتيجه امتداد منخفض الشمال الموسمي، المنخفض ده بيبقى موجود على البحر الاحمر، في احترار على البحر الاحمر او في ارتفاع درجه الحراره ممكن يخلي الحالات الجويه اللي ممكن نشهدها تبقى حالات جويه قويه او حالات جويه عنيفه، وبعض الحالات مش لازم كل الحالات. ايضا احيانا بنشهد منخفضات جويه او حالات عدم استقرار في الاحوال الجويه على السواحل، المناطق المطله على البحر المتوسط، والمتوقع ايضا يكون فيها كميات الامطار ازيد من كل سنه، ازيد من المعدل اللي احنا بنشوفه في كل فصل خريف، هنلاقي كميات الامطار كبيره، فده اللي متوقع خلال هذا العام، ان احنا بعض الحالات من حالات عدم استقرار في الاحوال الجويه نشوف فيها تطرف مناخي او عنف في الظواهر الجويه،
بسبب التغيرات المناخيه والاحترار العالمي وكمان تاثير ظاهره النينيو، لكن ده بيكون على مدار فصل الخريف ككل اللي هم 3 شهور. بعض الايام هيكون فيها حالات عدم استقرار، واحنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه قبل اي حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه قبلها بوقت كافي 72 ويمكن اكثر لضمان دقه التنبؤ، هنبدا نعمل تفاصيل الحاله الجويه ونعمل انذارات وتحذيرات ان في حاله جويه جايه. لكن على الاقل احنا في الاسبوع الاول من فصل الخريف، يعني احنا على مدار هذا الاسبوع الحمد لله الاحوال الجويه مستقره تماما، ما فيش اي تقلبات جويه. فصل الخريف كمان معروف ان هو من فصول التقلبات الجويه فيه حاده وسريعه، يعني بتبقى شديده قوي وبتبقى سريعه بشكل كبير، يعني ممكن القرارات الجويه تتغير من يوم للتاني. فعشان كده احنا دايما بنقول التنبؤات بعيده المدى في الفصول اللي هي بتبقى تقلباتها حاده وسريعه بتبقى الدقه بتاعتها قليله جدا. يعني انا ما اقدرش اقول ان الحاله الجويه بعد 10 ايام ايه اللي هيحصل فيها، لان بعد 10 ايام اكيد الظواهر الجويه هتختلف، التوزيعات الضغطيه هتختلف خاصه في فصول الانتقالات. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للاعصاب الجويه على وجود حضرتك معانا، نورتينا يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لك. والشكر موصول لكل حضراتكم على طيب المتابعه، انتظرونا على مدار الساعه على شاشه اليوم 7، والى اللقاء.